19 الانطلاق ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي انطلق ديالها سيدنا الله ينصرو. مؤسسه ديالنا طاقات كتشتغل في هذا الاطار على محور التشغيل، دعم التشغيل، وتعطاتنا الفرصه اشتغلنا على مستوى تراب عماله اونفا مع ازيد من 460 شاب وشابه دونك اللي جاو كيطمحوا دونك باش يولجوا يولجوا لسوق الشغل. كانت في الاول دونك دراسه ديال الحاجيات ديالهم كما دائبنا على دراسه حاجيات سوق الشغل المحلي، ومن خلالها دونك كان واحد البرنامج ديال المواكبه ديال الشباب دونك اللي كيعناو او اللي كيبحثوا في سوق الشغل على عمل قار. دونك اليوم قدرنا نحكوا واحد الرقم الحمد لله قياسي على مستوى تراب العماله اللي تجاوز بكثير دونك الاهداف المتوخات، ومازال كنشتغلوا مع هاد الشباب من اجل المواكبه ديالهم من اجل الاندماج ديالهم في السوق. الحمد لله اليوم قدمنا نتائج ديال المنصه ديال الشباب بالوذان بعمالات مقاطعه انفا اللي الحقيقه عطينا فيها نتائج المحصله على دخل هذه السنه، اللي كما كتعرفوا هي كتهتم اساسا بدعم الشباب لولوج سوق الشغل، وايضا مواكبه حاملي مشاريع لخلق مقاولات وخلق يعني انشطه مدره للدخل، الى جانب يعني التعاونيات وايضا الاقتصاد التعاوني والتضامني. وكما تعرفوا على هذا الاساس كاين ايضا تنميه قدرات النساء في هذا الباب والفئات الهشه، والحمد لله يعني النتائج هي مشجعه، وكاين يعني دروس كثيره لنطوروا يعني الاداء ديالنا في هذا الجانب. نتمنى الله في السنه المقبله يكونوا النتائج. كنخدموا على منتوجات بيو، تعلمناها من الجدود ديالنا وبغينا نبقاو في التراث المغربي. كنصيبوا الطواجن، كنصيبوا الطنجيه، كنصيبوا حتى الزميته، كنصيبوا سلو هذيك النوكا باللوز اكاجو. المهم كنبقاو في التراث المغربي ديالنا، ما كندخلوش منتوجات مجلي، وحيت كنبقاو في التراث ديالنا. استفدنا من المبادره ديالنا هذا العام ان شاء الله، وشكرا بزاف اللي عاونونا وعاونوا الشباب ديالنا باش قدرنا نعاونوا ريوسنا بهاد التجربه هذه اللي درنا. Le projet, c'était une boutique en ligne des pierres semi-précieuses. Nous les faisons en accessoires et en bijoux. Donc, quand j'ai les pierres semi-précieuses mais un peu partout dans le monde, donc on les met en forme de bijoux, en argent, ou là, en accessoires, ou là, ou là, pendentif. On les personnalise à Zamel qui brale qu'il y a un produit qu'on soit volé. Donc, c'est le programme où on était invité par l'INDH pour باش نمثلوهم ونقدموا المشروع ديالنا والناس يكتشفوه ان شاء الله دون لو بيت دو كوميرساليزاسيون اوسي. فوالا بور لانيفيرسير 19 انيفيرسير ديال البروغرام.